لو سمحت لو سمحت. ايوه لو سمحت. أيوة. ممكن تولع لي لو سمحت؟ نعم ولع لي. شكرا. لا معايا ولا مش عايز. شكرا. كابو عربي السلسلة السلسلة السلسلة. يا خرب بيتك يا العيش. كان عندها حق نوال لما قالت لي ما تخرجش. كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك؟ يعني مش عارف نوال مين يا لأ. ما اعرفش شكلك يا منهم يا لأ. شكلك من بتوع مامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربي وانت بصحابك. سيدك يا 500 جنيه. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ نصر الله بيهم العربيه. بص شكلك انا بروح على حبيب ديده عليك لانك انت شكلك اساسا عايز تتضرب وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس. مفيش غير الحكومة تجيب لي حق منك يالا. أنا اللي هجيب السلسلة وهفرجك نفسك أنت واللي معاك دول. سلسلة؟ أنا فاهم الحركات دي كويسة. أنا اللي هوريك. أبويا 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 أبويا. اطلع بيها ناس من العرب. لا أنا عايز الدقي. ابن خالتي عامل شرطة هطلع عين أمك. اطلع هنا ولا هيعملنا. يا عم انت غبي؟ يا عم اوعى اوعى يا عم بقى. الله ايه يا جدعان؟ انت قفشت واحده هربانه من بيت الطاقه. مفيش غير الحكومه اللي تجيب لي حقي. يا عم اوعى يا عم بقى. الله ده اصل انا كنت شغال جواهرجي. جواهرجي؟ طب تعالى معايا اروح. ده والنبي تعالى والنبي بقول لك تعالى. شايف الموتوسيكل ده؟ اه شايفه شايفه. اركب. ايه ده؟ اركب الموتوسيكل. اه هركب. بس حضرتك يعني لو بالنسبه للخوذه لو لجنه قابلتني ولا حاجه ماشي هيعمل لي مشاكل ولا اي حاجه؟ حاضر المرة الجاية هحسم لك خوذة. ربنا يخليك متش. اركب. حاضر حاضر. مفيش بنزين. ده انت بتستظرف يا ابن الظريفة. انا ام ظريفة؟ ده انت يومك اسود. يومك اسود. يومك اسود. هات لي بوشكاش محفوظ من الحجز. تحت امرك يا فندم. بوشكاش محفوظ. تضحك؟ ايوه اضحك اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ده؟ لا ما ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى سلسله ضهري سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ سعد الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الظهر. انا عايزك تروح قبل واحده وتمضيه. وادي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق اللعيب؟ ايوه. خلاص الشيك معايا اهو. بكره الصبح الساعه 7 هبقى اطلع له. 7 الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7. انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر. الحمد لله.
صدق اللي قال دنيا غرورة وكذابة كيف السواقي القلابة يا عم هي ناقصة شعر ما انت مش عارف لوحدك هي ناقصة شعر ولا ناقصة خانقتك انت ايه يا قد تربي عند حلاق ولا ايه انا قلت اخدي بيدك انت مال ابوك انت اخدي بيدك ولا متخدي بيدك انا هي ناقصة خانقتك يا اخي جات سليمة يا بيه الحمد لله الناس حربوك من الأوتوبيس ومشيوا الساعة كام؟ الساعة 12 ونص ايه؟ 12 ونص؟ لو سمحت أوضة بركات الصغير رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة بتاع الكورة مش بتاع البليلة بتاع بركات الصغير بتاع الكورة هشوفه لحضرتك ساعة واحدة يا سيدي ساعة ايه؟ الراجل هيطير مني خلص شوف بركات عين اتفضل طب بس الواد بركات ده حتة لعيب شفت الكرة اللي شالها من فلافيلو يا سيدي فلافيلو مين؟ فلافيلو مين؟ في لعيب اسمه فلافيلو اللي هو لونه بني محروق ده يا سيدي بني محروق انت طالب قهوة سادة اسمه فلافيو خلص حاضر ايه ده؟ اتفضل أصل أنا بيني وبينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد ما شاء الله أنا هدخل أعمل لك بحث عن طريق الاسم يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاسم عن طريق المحافظة عن طريق المديرية بس خلص اللي جابه أمي عصب ليه ده؟ اتفضل يا سيدي جناح 22-16 ايوه الدور ال 22 قاعة المؤتمرات فخس على عينك انا جاي امضي مع بركات ايه اللي جاب محمد نجم هنا خلصت؟ ايه ده؟ خلصت؟ خلصت خلصت كل حاجة تقريبا في العقد عقد ايه؟ عقد اللعيب اللي مضيته حاضر ايه ده؟ ده الشيك انا ملحقتش يعني ايه ملحقت؟ ملحقتش بقى الله اعمل ايه؟ ما هو اديك شايفني حاطط الشنطة على كتفي وعمال الف بقلب الشوارع زي اللي بيلمعوا جزم طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين طب بكر بيه؟ عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلموني عشان عايز قرشينات بأمرت ايه شطارتك ولا خيابتك شطارت ايه وخيابه ايه وانا طالع بملحق انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني اعمل ايه انت عارف انت سبب في خساره قد ايه وكمان جاي تطلب فلوس يا بجعتك يا اخي الله فيها يا بكر بيه بجعتك في ايه الله ما انا ياما جبت لكم ضغط لعيبه وجبت لكم لعيبه من غير انضغاط وجبت لكم لعيبه ملهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها انت عارف انا بوشك محفوظ لو عايز تمضي بوش امضيه لك واجيبه لك اقعد لك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان اصحوا انتوا من غيري ولا تسقوا عندك انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد عينيك اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم اكل مين ومشرب مين يابا واحنا شغالين عند تابعي انت بتقول لنا الكلام ده بقول لك انت الكلام الساعات نيلت بقول لك انت الكلام ده ايوه بقول لك يا بكر بيه عايز نسبتي في اربع لعيبه وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا مش فاهم ليه عضله ايه دي عضله كذب طالعه لي هنا مش هضمها انت مرفوض ما مرفوض مرفوض احنا انا هنضرب من قلب الجنة ولا هنضرب من قلب الجنة طب يلا سلم العقود اللي معاك وسلم اللابتوب اللي معاك وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك ايه اللي سلم انا اصل سلم نفسك البيت محاصر يا حراميه اخلص شات يور فاكين ماوث اوعى زمزم ايه اللي فاكين دي نعرفها بالافلام الاجنبيه مش انا اللي اتقال نذهب للجحيم يا بكر بيه مش انا فاهم انجليزي كويس انت بقولك اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن خرجك بره يا حيوان انا حيوان ايوه حيوان انا حيوان ايوه حيوان شيل امي يا ابا تعالى كويس ان انت سقت يا بوسكت بعد اللي حصل ده اعصابي بايظه خالص ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه ده انت بهدلتني انا صحت يا بوسكت انا اترفقت كمان يا بوسكت يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خايب
ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده بوسكس، انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك، عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوسكس ماشي خلاص، اوعى تزعل مني يا بوسكس، انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا سمسم. يا دي الكارثه السودا، ساعه مين اللي تولع دي؟ هي بتاعت انا، بتاعت انا عارف يا عم. اتفولش يا سيدي، انا ما بفولش، انا ما بفول، انا بقول لك دي شقيت انا خلاص. الله يا ساتر، الشكر دولة انزل يلا يا جلنس، انفد بجلدك، انفد بجلدك، مش عايزينك مهما حصل يا بوسكس. حذرني انزل وانفد بجلدك يلا بقى يلا يا راجل يا رب. بركاتك يا ست السلسله. بوشكاش محفوظ ده خلاص بقى كارت محروق. تخيلي يا هانيا، مصر كلها بتتكلم على العلقه اللي كانها في مكتب بكر. بس ده خبر حلو برضه. طب وايه الحلو في كده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل. اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده. اوكي. يعني هجيب السلسله. اعدك يا هانيا. مفيش غير ان ادخل واطلب منه معلومات عن رشدي هلال، بس الخوف لا يخلصوا مني ويعملوا في حاجه هما الاثنين. العمل ايه يا معلم؟ اقتله. لا ماتوا. ايه ده وانا كمان؟ لا 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 عنك ما جيت يا زمزم، انا هخطف السلسله من الموسيقى. لا لا لا، انا كده هتوفى بقى قبل ما اتنيل اخد السلسله. ربنا يسوقك يا زمزم. انت فين؟ مفيش غير ان انا اروح اعرض عليه رشوه على طول، بس ساعتها ممكن يلبسوني قضيه. مجرمة. نعم بونجور مسيو، بونجور حضرات السادة المشاهدين، إن هذه المتهمة الماثلة أمامكم قد أخذت السلسلة عامدة متعمدة هازلة بكل القوانين. أو سترو. لا لا مش أنا خالص. خش يا زمزم الكلب بأسرك ده واغسل. خش يا حرامي يا حرامي، دي مش شنطة يا حرامي. يا لا اوعى اوعى يا حرامي. بيصيح. لا 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 ل
أي! أي! الشنطة من المزيد.